تقليد اعتاد السوريون مع اقتراب حلول العيد، حيث تشهد الأسواق ازدحاماً لاستقبال عيد الأضحى المبارك واستكمال التحضيرات، ألا وهي الملابس وألعاب الأطفال والحلويات. تحضيرات العيد معروفة، حلويات درجة أولى، ولباس الأطفال. إن شاء الله كل عام بكون خير على الجميع. هلا فرحانين الحمد لله، مرتاحين، استقرت سوريا الحمد لله، والشعب كله مبسوط وعم يطلع وفوت. كل عام وانتم بألف خير. الحمد لله السوق الحمد لله ممتاز، والأسعار في هبوط، في تنزيل الأسعار، يعني الأمور كويسة إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وانتم بخير وترجع سوريا مثل أول وأحسن. قم بتحضير كميات كبيرة من الحلو بكافة الأنواع وتعليبها وتغليف تجهيزها بشكل مثل ما شايف هون للعيد، ونكون جاهزين لكل الأصناف إن شاء الله. وللعيد في مدينة السلمية رونق آخر، خاصة بعد عودة الأمن والأمان إلى المدينة وريفها التي تنعم الآن بنشاط مميز وكثافة في أسواقها، مع تفاؤل وارتياح بين الأهالي. والله بناخذ خضرة، بناخذ موجود، ما منقصر يعني. نعاد على الجميع بالخير والصحة. الأقبال بشكل عام منيح، يعني عم نشوف أقبال من قبل العالم والتحضيرات وهيك، والحمد لله عم تعود البهجة والحركة من جديد من قبل الأزمة. عم نحس إنه هلأ صرنا بشكل تاني، والحمد لله يعني التحضيرات بشكل عام عم نلاحظ أقبال على المحلات من الألبسة، من المواد الغذائية. مع إصرار الجيش العربي السوري على زرع البسمة على وجوه الأهالي، فقد كان هذا العيد هو عيد الانتصارات وعودة الأمن والأمان.